ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تطور الاعتصام الذي أقدم عليه مرشح حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية بإقليم قلميم عبد الرحيم بوعيدة يوم الخميس 9 شتنبر الجاري رفقة العشرات من مناصريه أمام عمالة قلميم إلى مواجهة مع القوات الأمن العمومي. معطيات جريدة أشكين الإلكترونية تفيد أن القوات العمومية أقدمت على محاولة تفريق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مرشح حزب الاستقلال عبد الرحيم بوعيدة بمعية العشرات من مناصريه أمام عمالة قلميم، وهو الأمر الذي رفضه المحتجون لتتحول الوقفة الاحتجاجية إلى مواجهات مع قوات الأمن. المعطيات ذاتها أكدت أن المواجهات شهدت كرا وفرا بين مناصري بوعيدة وقوات الأمن العمومي بمدينة قلميم، كما جرى رشق قوات الأمن بالحجارة رفضا لمحاولتها تفريق الوقفة الاحتجاجية المنظمة للتنديد بما وصفه بوعيدة بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار. يأتي ذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية فوز عبد الرحيم بوعيدة بمقعد برلماني عقب فرز أصوات الناخبات والناخبين على مستوى الدائرة التشريعية المحلية بعمالة إقليم قلميم بفارق نوعي وسط منافسة كبيرة مع خصومه السياسيين في حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. كنعلم السلطات وكنعلم الجميع باللي غادي ندخل في اعتصام مفتوح امام الولايه الين يحلوا هذا المشكل هذا، وحتى نشوفوا الوالي السيد الوالي اش كيدير، اش ماله معايا في الجهه حيدونا ما قلنا والو، في البرلمان حيدونا عاوتاني النهار الاول يقولوا لنا ما بغيت لا ما بغيناكش ترشح سيدي ما باغيينكش، هذا الوالي عنده مشكل معايا شخصي وكيصفيه دابا في الانتخابات. وبغيت كنقول لوزير الداخليه وكناشد جميع الغيورين ديال البلاد هذه كنقول لهم راه حيدونا في الجهه وحيدونا في البرلمان، واليوم حتى ما غاديش نقبلوش باش نبقى يقولوا لي طلع الكرموس ونسد شكون قالك تاكلوا، هذا راه حشومه وضرب الديمقراطيه. بغيتوا تساندوا التجمع الوطني الاحرار ساندوا، بغيتوا تساندوا المرشح ديالو ساندوا، ولكن اخويا ماشي على حسابي، ماشي تحيدوا له تعطيه المحاضر يلاه كتوصل في الوقت اللي الدار البيضاء اكبر.